Le budget de 2014, c'est une véritable catastrophe pour le pays et pour le citoyen. Les ils sont en train d'écraser la classe moyenne. La classe moyenne, maintenant, elle est tirée vers le bas. Donc, il n'y a plus de classe moyenne. Il va y avoir deux classes. Une classe pauvre et appauvrie, et une autre classe riche et de plus en plus privilégiée. Tout le stable. Le dinar est l'humour le chab jian. شهريته ضعيفه تزيدوا في حاجات اللي نيسيسير هو اوبليغاتوار بسيف باش ياخذهم يعني تا ياخذهم اللي يقعد بالشهر قول لي ترى هذه نحب نفهم انا وهما ياخذوا في 30 مليون و40 مليون وفي زوز ملايين ما يهمهمش في الصغير اللي ما عندوش حتى شهريه عنده شهريه 150 يحبوا يتقشوا مش يتقشوا مع الناس اللي بص عليهم يتقشوا مع الهادي الجولاني محمد بوسبيع الملك نتاع البير يتقشوا مع حمدي المد بناس الاف المليارات عندنا ما تضرهاش هذيك شو قاشف معي انا فهمني شي غليلي انا كما خلونا انا في الماكلة في المواد الاساسية غليلي في الليسانس غليلي في مش مازال اخر ما غليلي في العرس ما نتهنى من كل عام عاش خالطين عليها انا عزاب مناش معرسين باهي زادة يحرمونا من قروشنا الوقت هذاك ماذا بيا لقي روحك قدام كرف انت عاد الزلاز خير نرتاح من عمري خير والله ما يسوني خبي هنكملوا ذبحوا العباد ونرتاحوا ونبقاوهم تقع لهم سكينة وارتاح ويبقاوا هم يعيش يعني شنو هو كيف مش يزيد شو يزيد ما زادش أكثر من الزيادة هذه وزيادة إذا كان زيادة ماهيش موظفة برشا من ساعة ما سادش على شاف كل شكون شاز إذا ما هزاش أنا ولدي ولا أخو داخل شكون شاز ولا أخو خوذ من برا بشهدين ولا أخو حياتنا كاملة على خلصوا عادي بالنسبة لي أنا عادي علاش عادي على خاطر الكاسة فارغة يلزمنا نعاونوا بعضنا الاقتصاد بتاعنا بالا سامحيني الاقتصاد بتاعنا بالا يلزمنا شوي شوي باش يتلم الاقتصاد الاعلام ديما يحب يوصل معلومه كوم كوا الدنيا مش غاليه الدنيا مش باهيه الدنيا عليه 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 بصمك وصل عليه الاعلام ناس في الاعلام تمشي تموت في جبهات باش تجيب معلومه صحيحه وانتوما قاعدين وتكذب قاعدين في البيروات وتكذب هو هكا ولا لا؟ تو انت كان الحكومه انت يقولوا يتلفت المواطن ما يخلصش الكا ما يخلصش الضوء بالطبيعه باش تصير فهمتني عجز في الميزانيه باش باش تعاوض العباد مترو كامل يطيح في 4000 فرنك وكار ما يخلصوش الكا هذا المواطن هو بطبيعته من بعد باش يدفعها بصفه غير مباشره فهمتني؟ وماذا بيكم نظفوا رواحكم هاي شختي وصلها المعمولة هذيا نظفوا رواحكم راكم انتوما قاعدين انتوما اللي تنجموا تنظفوا البلاد وانتوما تنجموا تهلكوا البلاد